غضب واستنكار شعبيان ورسميان في قضاء خانقين الحدود مع إيران شمال شرقي محافظة ديالى بعد مقتل 4 من أبناء قبيلة الكاكائية الكردية بهجوم مسلح. القبيلة لوحت باتخاذ خطوات تصعيدية إن لم يتم حفظ أرواح الناس وإشراك أبنائها في الملف الأمني، فيما طالب إقليم كردستان بإعادة التنسيق الأمني ما بين قواته والقوات الاتحادية في مدينة خانقين لحفظ الأمن كما كان عليه الحال قبل 16 من أكتوبر عام 2017. هذه المنطقة الفراغ أمني بين قوات الجيش العراقي التي تحت أمرة وزارة الدفاع العراقية وأيضا بالطرف الآخر قوات البيشمركة، لذلك على الحكومة الاتحادية أن تخطو خطوات باتجاه تصفير هذه المسافة. سكان قضاء خانقين لم يعودوا بمأمن بعد تكرار الهجمات عليهم، وسط عز واضح للقوات الاتحادية المنتشرة هناك لحفظ أرواح السكان. بحسب إقليم كردستان، الإقليم اتهم الجهات لم يسمها بالوقوف وراء تلك الهجمات بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق. بعد 2003 إلى 2017 كانت المناطق المشمولة بالمادة 140 هي من أهدأ المناطق في العراق. كانت تقريبا هدوءها واستقرارها وبعدها عن الأعمال الإرهابية يماثل ما هو موجود في كردستان. بعد انسحاب البيشمركة لم يعد هناك أي أمن. ويشهد قضاء خانقين هجمات مسلحة بشكل شبه يومي ينتج عنه قتلى وجرحى ودمار المنازل وحرق المحاصيل الزراعية، حتى بات قضاء غير آمن بحسب مسؤولين فيه. ويسعى إقليم كردستان العراقي إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات الكردية والقوات الاتحادية لإعادة فرض الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها ما بين إربيل وبغداد. من إربيل، أحمد الحمداني، العربية.